عشر سنوات بكاملها مضت على الكارثة، واحدة من أكثر حوادث الطيران غموضاً في التاريخ، وعمليات بحث هي الأكبر على الإطلاق. وكأن الأرض انشقت وابتلعتهم، 239 شخصاً اختفوا تماماً من الوجود دون أي أثر. كيف ولماذا؟ لم يستطع أحد حتى اليوم فك خيوط ذلك اللغز العجيب. في 8 مارس عام 2014 أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من مطار كوالالمبور الدولي، كانت متجهة إلى مطار بكين في الصين، لكنها لم تبلغ وجهتها قط، اختفت تماماً من شاشات الرادار. على الفور انطلقت عملية بحث هي الأكبر في التاريخ، شملت مساحة 120,000 كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي قبالة أستراليا، حيث يعتقد أن الطائرة سقطت هناك. وبلغت تكلفة عمليات البحث تلك نحو 150 مليون دولار، لكنها أوقفت في يناير عام 2017 بعد أن فشلت جميع الجهود في الوصول إلى أي دليل يشير إلى مصير الطائرة. وفي 2018 وبضغط من ذوي الضحايا أجرت شركة أوشن إنفينيتي عملية بحث أخرى شملت مساحة 112,000 كيلومتر مربع، لكنها فشلت كسابقتها. اليوم وبعد عقد كامل على الكارثة أعادت الحكومة الماليزية الأمل لذوي الضحايا، وقالت إنها قد تستأنف عملية البحث بعد أن اقترحت شركة تكنولوجيا أمريكية إجراء مسح جديد في جنوب المحيط الهندي. فهل تنجح الجهود هذه المرة في فك لغز الطائرة الماليزية المختفية؟